شوفوا هنا يا جماعة نقلة أخرى، هنا أيقونة فعليا ما شاء الله. إحنا نعرف الجي كلاس ولكن هذا الجي 4x4. هذه السيارة حاليا في الوقت الحالي موقف خط الانتاج حقها، وإلى الآن في السعودية سلمت تقريبا 5 أو 6 سيارات. السيارة أسطورية جي كلاس، ولكن شيء يميزه مو زي أي جي كلاس. شوفوا الرفعة ما شاء الله تبارك الله اللي فيه، شوفوا حجم السيارة، شوفوا كيف ارتفاع السيارة عن الأرض. يعني تخيلوا عشان بس العتبة دي فوق ركبتي، فوق الركبة، فالسيارة مرتفعة مرة. فإذا جيت تركب أباكم بس تشوفون الارتفاع ما شاء الله. فهنا يبغالك تجري تعطيها نطة عشان تركب ما شاء الله تبارك الله بأريحية. والله ركوب إنه شوي يورط، امسك الدركسون بسم الله. فهنا فوق إحساس إنك في شاحنة. شوفوا وين نازلة تحت المايباخ هذيك، شوفوا قديش مرتفع تحتي مرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من الداخل جي كلاس عادي، ولكن هنا تلقون مكتوب جي 63 4x4. هذا يعلمك انه السيارة هذه مو جي كلاس عادي. لمسات الكربون فايبر الموجودة فيها، طبعا علامة AMG كذلك. فانت في الجي كلاس اللي تعرفه، ولكن مرة مرتفع ما شاء الله.